فقط بموضوع قائمة السلع ربما هناك مسألة مهمة يلزم توضيحها. الهدف الأساس من هذا القرار كان يرتبط بإعفاء سلع أساسية بسلة غذاء المواطن الأردني، وبنحكي بصراحة بشكل بسيط عن المعلبات، فول وحمص وما يشبهها، وهي الأشياء. وكانت الفكرة أنه وجبة إفطار الأردني أن تعفى من الضريبة. هلأ بعيدا عن كل التفاصيل الأخرى اللي صارت واللغط اللي صار حول القرار، الهدف من القرار كان هدفا نبيلا، وكان تقدير من الحكومة على ضرورة تخفيض كلفة سلة الغذاء على المواطن الأردني. وكان الهدف أيضا التزام بتعهد حكومي سابق بأن تبدأ الحكومة بمراجعة العبء الضريبي المتأتي من ضريبة المبيعات، لأنه هذا يعني يصيب الفقير بقدر ما يصيب الغني. الآن أسيء فهم الخطوة، لكن نحن نصر أنه هاي الخطوة كانت للتخفيف على الناس. وإذا نظرنا إلى القائمة بشكل موضوعي، في حوالي 30 سلعة تهم الناس بشكل مباشر، وهذا المهم بصراحة بموضوعة هاي. وهاي رسالة يجب أن تصل إلى الناس، لأنه النكات اللي رافقت القرار فيما يتعلق بموضوع السلاحف بصراحة أضاعت القيمة الحقيقية للقرار. وهذا قرار كان يعني يهدف ويستهدف الشريحة الفقيرة ومحدودة الدخل التي تستهلك هذا النوع من الأغذية، سواء الحمص أو الفول أو المعلبات بشكل رئيسي. وما تزال الحكومة أيضا تدرس القائمة، وهي عملية مستمرة، بحيث أنه أيضا يكون هناك تخفيف تراكمي، لأنه بدأنا بالخضار والفواكه، جاءت هذه القائمة، وبالمستقبل أيضا هناك قوائم سيتم النظر إليها لناحية التخفيف تحديدا في فاتورة الغذاء، وبالتالي تحقيق يعني خطوة إصلاحية باتجاه التوازن بين ضريبة الدخل وضريبة المبيعات التي تعتبر الأخيرة ضريبة مجحفة بحق المواطن.